في هذه الحلقة: سايبر جايا، مدينة المستقبل والتكنولوجيا الحديثة في ماليزيا وعنوان نهضتها. تقليد 753، عيد للأطفال الصغار في اليابان. استمرار عمليات الصيد الجائر في كينيا ودول إفريقية أخرى تهدد الحياة البرية في القارة السمراء. تحية لكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسل الجزيرة. في إطار رؤية ماليزيا 2020 التي وضعها رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، أسست مدينة سايبر جايا لتكون قاعدة تكنولوجية تحقق نهضة علمية شاملة لهذا البلد الآسيوي. ويقول القائمون على المدينة إنها تتحول تدريجيا لتصبح مدينة ذكية متكاملة وجسرا لعصر المعلومات كما أراد لها مهاتير محمد. مراسلنا سامر علاوي يطلعنا على بعض ما تحقق حتى الآن في سايبر جايا، العاصمة التكنولوجية لماليزيا. حلم بمدينة فاضلة في القرن 21، أو هكذا يتخيل مؤسس شركة دريم إيج مدينة سايبر جايا بعد عدة أعوام. مدينة فيها كثير من المتعة وقليل من الضجيج أو الدخان. شكري بن محمد أحد المبدعين الشباب الذين درسوا أو تدربوا في اليابان قبل أن ينضم لشركة دريم إيج لتصميم مركبات يمكن استخدامها داخل المدينة وتعتمد على تكنولوجيا نظيفة. نسعى لتطوير بلدنا كي يصبح من الدول ذات الدخل المرتفع وبلداً عديم الانبعاثات الغازية والكربون. كذلك نسعى للاقتصاد في الطاقة بما يجعل الناس يعيشون في وضع صحي أفضل، وبذلك فإننا نجعل من سايبر جايا نموذجاً للمدن الأخرى، حيث تكون مدينة خضراء وفي نفس الوقت مدينة تكنولوجية. مؤسسة أخرى أطلق عليها المركز الماليزي للإبداع والابتكار ماجيك، تهدف إلى تحفيز الشباب لإقامة مشاريع خاصة بهم تعتمد على التكنولوجيا. وفي حفل التدشين أثنى رئيس الوزراء على الشباب ودعا المؤسسات والبنوك إلى التغاضي عن كبواتهم وهي تقدم العون لهم، لأن المحاولة هي الطريق إلى النجاح. إذا أردتم أن تصبح ماليزيا دولة ذات دخل مرتفع فلا بد من تحقيق أمرين: الأول أن نقدم مهارات عالية لشعبنا، فقبل جذب الاستثمارات يجب أن يكون هناك ماليزيون يتمتعون بالمعرفة وبمهارات عالية، وأنا أعني هنا مهارات عالية حقيقية. أما الطريق الثاني فهو إقامة مشاريعكم، وهذا لمن لا يفكر بالوظيفة، فأول شيء يفكر به خريجو الجامعات هو البحث عن وظيفة. أما إذا أقمت مشروعك فإنك لن تبحث عن وظيفة، وإنما تكون موفراً للوظائف. فهل تريدون أن تكونوا أشخاصاً يبحثون عن وظائف أم أناساً يوفرونها؟ هذا هو الفرق. تبدو شوارع سايبر جايا شبه خالية ولا غرابة، حيث أخذ مهندسوها بالاعتبار خطط التنمية المستدامة أثناء إقامة بنيتها التحتية. فتعداد سكان المدينة حالياً يقدر 70,000، لكن قدرتها الاستيعابية تتجاوز 1,000,000 نسمة، ويطمح المسؤولون أن تصبح محضناً تكنولوجياً عالمياً. بالنسبة لمجالات التنمية المستقبلية فهي التكنولوجيا الصاعدة في العالم، وهي 4 أصناف: التكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الذكية، إضافة إلى المدينة المعلوماتية التي تمكننا من جلب المستثمرين إليها. مكتبة رقمية بالكامل يعتمد عليها طلبة جامعة مالتي ميديا، إحدى أشهر جامعات سايبر جايا. فالكتب الورقية هنا أضحت جزءاً من الماضي، ولا يجد الجيل الشاب مشكلة في التعامل مع الكتاب الرقمي. وتتبع جامعة مالتي ميديا لشركة الاتصالات الماليزية التي أقامتها بهدف توفير خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها من علوم التقنية المتقدمة.
لكن الطلاب الذين ينتمون لحوالي 180 جنسية عليهم التأقلم مع التكنولوجيا في حياتهم اليومية، مرحلة يشكو كثير منهم صعوبتها لكنهم يعتقدون أن لها ما بعدها. فموسى الذي يدرس الوسائط الإعلامية المتعددة يقول إنه يستخدم بطاقة متعددة الأغراض أثناء تحركه داخل الجامعة، وكغيره من الطلاب واجه صعوبة في التعرف على تقنيات سايبر جايا. أما توفر خدمات الإنترنت في كل مكان فقد حول الأماكن العامة إلى قاعات دراسية مفتوحة. أنه خلص أنه أنت بتظلك محافظ على هاي البطاقة، ما بتخاف أنها تضيع لأنه أنت بتستخدمها بثلاث شغلات. هي أصلا مصروف، وهي مصروف، مصروفي يعني، لازم شو اسمه أنه أأمن على مصروفي أهم إشي. هدف هيئة الإبداع الماليزية هو مساعدة المواطنين على توفير أفكار خلاقة تمكنهم من تحسين دخلهم ومستوى معيشتهم، وقد اتخذت من سايبر جايا مقرا لها، ويطمح القائمون عليها في رؤية مدينة ذكية تسخر التكنولوجيا لخدمة الجميع. المستقبل كما أراه هو أن التكنولوجيا سوف تخلق نمطا جديدا للحياة، وقد شهدنا ذلك التحول خلال السنتين أو الثلاثة الماضية، ويتضح ذلك من خلال شكل المنازل والأسواق، ونتوقع أن تكون مكانا ممتعا. أزيلت مزارع نخيل الزيت والغابات الطبيعية وحلت محلها بحيرات صناعية تطل عليها فروع جامعات عالمية ومحلية، وجذبت معها عشرات الشركات العابرة للقارات القائمة على تكنولوجيا متقدمة أو المصنعات لها. كانت بداية المشروع عام 97 من القرن الماضي. واليوم يترقب الماليزيون بشغف إنجاز ثاني أكبر مشروع لهم بعد إقامة عاصمتهم الإدارية الجديدة بوترا جايا. إنها سايبر جايا، المدينة الذكية التي يعولون عليها لوضع بلادهم في مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2020. طموح من بنات أفكار رائد نهضة ماليزيا مهاتير محمد. سامر علاوي لبرنامج مراسل الجزيرة، سايبر جايا. ومن ماليزيا إلى اليابان، البلد الذي لم ينسى رغم تقدمه المحافظة على بعض تقاليده القديمة. من هذه التقاليد تقليد يسمى 7-5-3، ويقوم على توجه الأهالي إلى المعابد للصلاة من أجل سعادة وصحة أطفالهم في أعمار 7 و5 و3. وحسب المعتقدات القديمة فإن الأرقام الفردية تجلب الحظ. مها ماتسومورا تعرفنا على ملامح هذا العيد الخاص بالأطفال في اليابان. مشاعر فرح وترقب تخالج الطفل مساو، فهذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها الزي التقليدي أو الهكمة بمساعدة جدته، استعداداً للذهاب مع جميع أفراد عائلته إلى المعبد في زيارة رسمية بمناسبة عيد شيتيغوسان، وهو العيد الذي تقدم فيه العائلات الشكر للآلهة على نعمة صحة الأبناء. وهذا العام هو الفرصة الوحيدة لمساو للمشاركة في العيد لبلوغه سن 5، وهو العمر المحدد للصبية. تحظى الفتيات بفرصة الاحتفال مرتين حين يبلغن 3 و7. لم أتمكن من الاحتفال بهذا العيد في طفولتي لكوني نشأت خارج اليابان، لكن أذكر ارتدائي الكيمونو في 7 للمرة الأولى وأخذ صورة تذكارية. بالمقابل عائلة زوجي متمسكة جدا بهذا التقليد. حسب التقويم الياباني ينظم احتفال الأطفال من أعمار 3 و5 و7 في 15 من تشرين الثاني باعتباره ميمونا، هكذا كان التقليد في الماضي. أما اليوم فيحتفل به اليابانيون في عطلة نهاية الأسبوع على مدار الشهر. يا شبنا
عائلة نوا أيضا تستعد للعيد منذ الصباح الباكر بطريقتها الأكثر شعبية هذه الأيام، ألا وهي تنسيق ارتداء الكيمونو والتزين في استوديو متخصص وفق موعد مسبق. ويلجأ كثيرون إلى هذا الحل لتوفيره عدداً من الخيارات، بدءاً من استئجار زينة الشعر ولوازم الكيمونو إلى خدمة ارتدائه وأخذ صور عائلية. هذه المراحل المتكاملة غالباً ما تكون باهظة الثمن، وتتراوح كلفتها ما بين 30 و 80 ين أو ما يعادل 800 دولار. كثير من الزبائن يقصدنا كل عام وخصوصا في عيد الأطفال، لكن لا يمكن رؤيتهم بكثرة في الأماكن العامة، فهم ينتقلون مباشرة من محلنا إلى المعبد في فترة الصباح لعدم قدرة الصغار على تحمل ارتداء الملابس فترة أطول. وسط صخب وازدحام كبيرين يحضر الأطفال إلى المعابد مع عائلاتهم ويبدأون بمراسم الدخول من غسل اليدين وغيرها وصولاً إلى الحدث الأهم وهو طقوس مباركة نمو الأطفال، ولها قدسية خاصة فلا يسمح للعامة ولا حتى لأصدقاء العائلة بالدخول إلى مكان الصلاة الذي يبقى بعيداً عن أعين الناس. يتبارك اليابانيون بأيام معينة من السنة تمثل الحظ السعيد كاليوم مثلاً، لذا تجدون جميع الرهبان مشغولين جداً ليس بعيد الأطفال فقط بل لاختيار الكثيرين هذا اليوم أيضاً لزواجهم. تمضي لحظات العيد سريعة ومجدولة حسب مواعيدها أمام الكبار، لكنها تمر بطيئة غريبة ومهمة بتفاصيلها لدى الصغار. اهتمام الأهل يصل إلى ذروته ليترك للأطفال فيما بعد ذكريات تبقى عالقة في أذهانهم طيلة حياتهم. عادات متوارثة منذ عهود لم تغير ملامحها الحياة اليابانية المعاصرة، فيفوح عبق الماضي من تفتح جيل اليوم. ليس عبثاً اختيار فصل الخريف لعيد الأطفال من هذه الأعمار، ففيه رمزية وتجسيد لنهاية فصل وبداية آخر وتجدد للطبيعة. نوا ذات 6 سنوات في الصف الأول الابتدائي تقول إنها سعيدة بارتدائها الكيمونو لأول مرة كالكبار، لكن كيف سيبدو هذا الاحتفال في السنوات المقبلة خاصة مع تزايد شيخوخة المجتمع الياباني؟ هل سيحافظ عليه كتقليد وتراث أم سيختفي شيئا فشيئا كما اختفت قبله تقاليد أخرى لم يعد يهتم بها اليابانيون؟ سيكون أمام هؤلاء الصغار الوقت الكافي للإجابة على كل هذه التساؤلات في المستقبل. مهما تسمورا لبرنامج مراسل الجزيرة طوكيو.
نواصل معا هذه الحلقة من برنامج مراسلو الجزيرة، وتشاهدون فيها بعد قليل. الفيلة الإفريقية ضحايا تجارة العاج المحرمة دوليا. أهلا بكم من جديد. رغم فرض حظر دولي على تجارة العاج غير المشروعة، لا تزال عمليات الصيد الجائر مستمرة في بعض البلدان الإفريقية، حيث تواصل مجموعات مسلحة صيد الفيلة واقتلاع أنيابها بسبب الطلب المتزايد على العاج في بلدان آسيوية كالصين، والتزاما منها بتطبيق القوانين الدولية الخاصة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، خصصت السلطات الكينية موارد إضافية للحد من عمليات قتل الفيلة ومكافحة عمليات تهريب العاج من أراضيها. عزيز المرنيسي يطلعنا على المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بعد أن كانت الأرض تهتز تحت أقدامها، أضحت هذه الحيوانات الضخمة جيفا نتنة تحت شمس كينيا الحارقة. غير بعيد من هذا المكان في جنوب شرق كينيا، نفق أكثر من 20 فيلا في أقل من شهرين، ليس لأسباب طبيعية بل بفعل فاعل. انتزعت أنياب الأفيال وتركت أبدانها للديدان والذباب. إنها آفة الصيد الجائر للحيوانات البرية في إفريقيا. بالنسبة للأفيال، يقدر عددها حاليا في كينيا 39,000. خلال العام الماضي وحده فقدنا 384 فيلا بسبب الصيد الجائر، وفي العام الذي سبقه 289، أي بزيادة 100 فيل. ما يقع في كينيا يحدث بشكل أوسع في إفريقيا، وتدل الأرقام على أن وتيرة قتل الأفيال للحصول على العاج باتت الأعلى منذ 20 عاما. في عام 2011 قتل أكثر من 25,000 فيل لسرقة العاج، وصدر أكثر من 550,000 كيلوغرام من العاج. وللسنة الثالثة على التوالي، فإن أكثر من 20,000 فيل تقتل سنوياً في عمليات صيد جائر في إفريقيا، التي يقدر عدد الفيلة المتبقية فيها 500,000. هذه حديقة أمبوسيلي الوطنية جنوب غربي كينيا. تقع أمبوسيلي أسفل جبل كليمنجارو، أعلى قمة في إفريقيا، حيث يبلغ ارتفاعه نحو 5900 متر. تقع الحديقة بالقرب من دولة تنزانيا المجاورة، وهي واحدة من أكثر الحدائق شعبية بفضل ما تزخر به من مناظر خلابة ومتنوعة للحياة البرية. توجد في أمبوسيلي قطعان من البقر الوحشي ووحيد القرن والحمار الوحشي، لكن الحديقة تشكل موطنا مفضلا لقطعان الفيلة التي تسرح وتمرح في هذا الفضاء الطبيعي المترامي الأطراف. ووفقا لاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، فإنه يوجد في كينيا ودول المجاورة في شرق إفريقيا نحو 30% من عدد الأفيال في القارة السمراء. في بلد تشكل فيه السياحة عصب الاقتصاد، يعتمد 70% من النشاط السياحي على الحياة البرية. وسعيا لحماية هذه الثروة، خصصت السلطات الكينية موارد إضافية وكثفت دوريات المراقبة وزودت حراس البراري بأجهزة متطورة. في بلد مثل إفريقيا الوسطى تشهد وتيرة الصيد الجائر تصاعداً خطيراً، أودى بأكثر من 60% من أفيالها خلال العقد الأخير. وقد حذر خبراء من استمرار عمليات الصيد بهذه الطريقة التي قد تؤدي إلى انقراض الأفيال نهائياً من البلاد. رغم أن كينيا تبذل جهوداً تعتبر الأكثر فاعلية في مكافحة آفة الصيد الجائر للحيوانات البرية في إفريقيا، إلا أن الحل الأمني وحده لا يكفي ما دام الطلب العالمي على العاج موجود. ويستخدم الصيادون طرقاً متطورة مدفوعين بالارتفاع الصاروخي في أسعار العاج في السوق السوداء، اتجاوزت 2000 دولار للكيلوغرام الواحد. وينحي نشطاء البيئة وحماة الحياة البرية باللائمة على الصين أكبر مستورد للعاج في العالم،
ويطالب هؤلاء بالتعامل مع الصيد الجائر باعتباره جريمة خطيرة تتطلب استخدام نفس التقنيات المتطورة لمكافحة جرائم أخرى كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة. لكن في ظل غياب قوانين رادعة حتى الآن وتزايد الطلب العالمي على العاج، فإن منافع الصيد الجائر للفيلة غدت تضاهي أخطاره، وهو ما ينذر بتراجع خطير في أعداد أضخم ثدييات تدب على الأرض. عزيز المرنيسي لبرنامج مراسل الجزيرة، حديقة أمبوسيلي الوطنية، كينيا. وبتقرير عزيز المرنيسي عن الصيد الجائر في كينيا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مراسل الجزيرة. موعدنا يتجدد معكم كالعادة الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، فإلى اللقاء ودمتم بخير.